إهمال بهذا المعنى أنه إهمال. إهمال اللي ما كتعطيش الحقوق ديال الناس اللي كيخدموا الطفل المعاق، هذا كيعني أنه إهمال الطفل المعاق. والطفل المعاق فين غادي نديو حنايا؟ فين غادي يمشي؟ حنا الحمد لله لقينا هذه الجمعية، هذه المؤسسة اللي احتضنت الأطفال ديالها، احتضنتهم، كتحتضن الأغلبية، كتحتضن دوك الناس اللي ما في حالهمش، اللي ما في حالهمش، كتلقى الأسر فقيرة. صبروا ما فيه الكفايه، صبروا بزاف بزاف، صبروا بزاف. يعني شنو الرساله باش تمشي للناس المسؤولين، باش الناس اللي كيلقاو؟ انا الرساله ديالي انهم هاد المسؤولين يعطوهم الحقوق ديالهم، يخلصوا الناس في الاجور ديالهم، يخلصوهم، لانهم الا عطاهم الاجور ديالهم راه غاديين يخدموا. الناس اليوم راه تلفات، الناس اليوم راه عندهم مسؤوليه، راه عندهم التزامات، راه كلهم اللي خدامين في الجمعيه راه عندهم التزامات، باش غادي يخلصوا؟ الناس اليوم راه تشردات، كاين اللي كيبيع حوايجو باش كيكمل، الناس اليوم راه وقفات، كاينه الاسره اللي كاينه المراه اللي طلقات هكا بهذا المعنى، بزاف لا كتمشي وتجيب لها بلا والو، راه بزاف، هذا الشيء راه عيب وعرض. الحكومه خاصها تكون هي الاولويه في هاد الاطفال المعاقين. رضوان رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا. شنو سبب الوقفة ديالكم اليوم؟ عاودينا قول لنا شنو واقع؟ السبب ديال الوقفة هي كانت مقررة شحال هذه، غير حنا كنا تنعطيو الوعود للأطر التربوية على أساس أنه الوضعية غادي تتقاد، ولكن تبين لنا على أنه التعاون الوطني ولا تلعب علينا وتضحك علينا بهذا الفهم، تكذب علينا وغادي الأمور. إذا حنا الدور ديالنا حنا اليوم هو الخطر، هو التضرب اليوم. الأسبوع المقبل بعد الدخول المدرسي ان شاء الله مرور العطله، هاد الاطوري الا ما خداتش فلوسها ما غتعلق الخدمات ديالها، و 560 طفل غادي يكونوا في الشارع، وغادي يجوني 560 عائله لهنا، وغتكبر المعاناه ديال الناس. اذا هاد الشيء هذا حنا ما تنبغيش يكون في البلاد ناس سعيده، ولكن باقي الناس اللي تيخدموا ضد يعني المواكبة الجديدة والسياسة الجديدة، باقي الناس في التعاون الوطني باقي تيخدموا ضد البرنامج الحكومي. وانا تنقول لهم الوزيرة ردي البال، راه هناك خلل، الله يخليك دخلي وعيط علينا وعيط على هاد الناس ولقى الحل. اللي على صواب على صواب، اللي ماشي على صواب ماشي على صواب. وهنا تنقول راه نقص الخطر هنا، راه يمكن الا بدات هنا راه جميع الجمعيات غادي يوقفوا. وشكرا. معنى انكم اديتوا من احسن المدارس ديال المعاقين. وهذه الجمعيه من اكبر الجمعيات، اولا عندها المنفعه العامه من 1975، ثانيا هذه واحد ثلاث شهور خدات احسن جمعيه في العالم العربي
وهاد الناس بغين يسدوها. ما سمع علاش قد ما حنا تنتالقوا قد ما تيهرجوا فينا هنا ولا. اذا هذا الشيء حاولت تتواصل مع المسؤولين؟ لو كانت شي نتيجه ما نوقفوش هكا والله كون كنت انا نتاسف. علاش؟ لانه باقي انا عندي اليقين انه باقي لا الحكومه ولا الوزيره غادي تصلح هاد الامور كلها ان شاء الله في اقرب وقت. شنو بغيت تقول لهم من هنا؟ تنقول لها اعتقي السيده الوزيره الله يخليك بكل احترام بغيناك تعقل تعتق هاد الوضعيه اللي حنا تنعيشوا فيها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.